افتتاح سوق البنات في بلغاريا، العروسة بتسعين ألف جنيه بس، والجمال طبيعي من غير مكياج ولا فلاتر ولا عدسات، وقابلين للنقاش. لكل اللي بيدور على العروسة، الفيديو ده علشانك. بتدور على العروسة وقلقان من مصاريف الشقة والمهر والذهب والعفش والفرح وكل الحاجات المتعارف عليها واللي بقت محتاجة حد يكون وارث اليومين دول. تعال أقولك على سوق البنات في بلغاريا واللي مش هيكلفك حاجة خالص، وهتختار عروسة من بين ملكات الجمال، عيون زرقاء وشعر أحمر وبياض أوروبي، وده كلام بيحصل بجد مش في الأفلام الأجنبي بس. وحسب موقع متخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية، فحكى للناس قصة جديدة يمكن أول مرة حد يسمع عنها، عن وجود أسواق وساحات لبيع البنات من كل المناطق، وبيتم فيه عرض البنات للبيع للجواز، وده بيحصل في قبيلة أوروبية كلايدزهي. وحسب تقاليد القبيلة التراثية دي، فبيتعمل سوق تجاري 4 مرات في السنة، مرة منهم بتكون في الربيع علشان يتم بيع البنات فيه بهدف الجواز. ومش أي بنات بتشارك في السوق، ده دول بيكونوا الأجمل على الإطلاق، يعني حاجة كده على الفرازة زي ما بيقولوا. والسوق فيه أكتر من 18 ألف شخص تقريباً، بيكونوا كلهم من أفراد القبيلة اللي بنحكي لكم عنها دلوقتي، واللي بترجع أصولها لروما، وبتتعرض البنات دي في سوق وسط دولة بلغاريا. والبنت اللي بيتم وقوع الاختيار عليها بيجبروها إنها تسيب المدرسة بمجرد سن البلوغ، وكمان وهي رايحة السوق بتلبس أحسن لبس عندها، وبتقف دقايق قصاد الشباب اللي بيحاولوا يتعرفوا عليهم، وده لأنهم ممكن أي حد فيهم يختار بنت فيهم للجواز. وبتبدأ المفاوضات على المهر من أول 3000 دولار ولحد 6000 دولار، ودول بقى يعملوا بالمصري من 90000 ولحد 186000 جنيه. ولو انت مستغرب وبتقول ازاي في بنات بتقبل انها تتجوز بالطريقة دي، فأحب أقولك إن معظم البنات اللي بتشارك في السوق ده بتكون حصلت بالفعل على درجة مش قليلة من التعليم والتحرر، لكن بيكونوا فهموا إنه في النهاية محتاجين زوج مثالي. وطبعا في شرط أساسي علشان البنت تشارك في السوق ده، وهو إن البنت تكون عذراء. وكمان البنات كلها بتبقى عايزة تشارك بشكل كبير، خصوصا إنها ممكن تفوز بالجواز من راجل غني. وعلشان كده البنات في بلغاريا قبل ما يشاركوا في سوق العرايس بيبدأوا يجهزوا نفسهم، وده لأن أهاليهم بيأهلوهم للموضوع ده، وبيلبسوا خلال فترة السوق ملابس مثيرة كلها فساتين قصيرة وأحذية بكعب عالي، وبيلبسوا مجوهرات غالية وشيك، ومن الآخر بيكونوا على آخر موضة، وده علشان لما الرجال اللي مشاركين في السوق يشوفوهم يختاروهم فوراً وبدون تفكير. وطبعاً كل ما البنت كان شكلها حلو ولبسها شيك وجذابة، كل ما قدرت تجذب راجل غني ليها ويوافق على مهرها ويعرض أعلى سعر كمان. الطريقة دي ممكن ما تعجبش ناس كتير، لكن ده بيحصل في الحقيقة وفي دول أوروبا المتقدمة حسب كلامهم. انتوا بقى ايه رأيكم في الجواز بالطريقة دي؟ وهل ممكن تتجوزوا بنت معروضة في سوق؟